في مدينة الواطية إذ عقد عدد من منتخبي الطنطان جلسة عمل مع الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري، وذلك بغية تسليط الضوء على العديد من المشاكل والإكراهات التي لا زالت تعترض تطور الأنشطة الاقتصادية بميناء الطنطان. حاضر محضار عياد سرتي وعبد الرحيم حاجي. الصعوبات والإشكالات التي لا زال يتخبط فيها ميناء الطنطان بسطها عدد من منتخبي الإقليم خلال جلسة عمل مع الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري. منتخبون طرحوا انتظارات الفاعلين المحليين والإكراهات التي تعطل عجلة تنمية منشأة ميناء الطنطان التي تعد رهان الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة. كان واحد حوار بناء اللي اليوم هضرنا على المشاكل اللي كيعيشها ميناء طنطان والحلول اللي خصنا ناخذوا بعين الاعتبار. والحمد لله اليوم كنشوفوا بان ميناء طنطان فيه واحد الرواج قوي، وهذا الرواج الحمد لله بفضل القرار اللي خطيد باش جبنا بواخر ديال الجر باش يفرغوا الحمولات ديال الاخطبوط في هذا الموسم. والحمد لله اليوم المردوديه بانت على المنطقه، ودرسنا ايضا بعض المشاكل اللي اليوم الوزاره كتدرسها واللي غادي يلقاو لها حل ان شاء الله. بالنسبه لنا احنا كمنتخبين طرحنا عليها مجموعه من المشاكل اللي كيتخبط فيها الميناء. قلنا لها بان الميناء هو القلب النابض ديال اقليم طنطان، كان كيعرف واحد الرواج قديم، واحد الانتعاش اقتصادي قديم وتراجع. طرحنا عليها السؤال علاش هذا التراجع، بغينا نعرف مكمن الخلل. السيدة الكاتبة العامة استجبت المجموعة من المطالب اللي طلبناها ومشات معنا في الطرح ديالنا، وانها لا يتحقق قسم من الامور اللي احنا طلبناها منها. قلنا لها بان ناقشنا معاها مشكل ديال تشغيل ابناء الاقليم، ناقشنا معاها مشكل ديال البنيه التحتيه اللي في الميناء، ناقشنا معاها مشكل ديال البيئه اللي كاين في الميناء. اذا مجموعه من المشاكل اللي كانوا الاخوان المنتخبين اللي طرحوا عليها، وكان عندها واحد الصدر رحب وكانت عندها استجابه للمطالب ديالنا. ناقشنا بزاف ديال المشاكل اللي كتهم المرسى واللي تفك منها، هما هذوك الباريخات ديال الجر اللي 50 اللي جات وكنا فرحانين بها، وعندنا مشاكل ثانيه باقي عالقه وكنناقشناها معاه اليوم، وعطتنا وعود بان باش تفك ان شاء الله في القريب العاجل. جلسة عمل استحضرت أيضا التدخلات التي انخرطت فيها الوزارة الوصية مؤخرا لإنعاش ميناء الطنطان، والتي يتطلع الفاعلون المحليون والمهنيون في القطاع إلى تعزيزها ومواكبتها حتى تطلع هذه المنشأة الاقتصادية بالأدوار المنوطة بها كمحرك أساسي لمسار التنمية بالمنطقة.